UNFM 91.2. منظر قبل كنت عامل شليغم حسيناك تشبه الحاتم عمارة تسمع نخزر منظر تخافي بشليغم قبل كنت عامل شليغم كنت مصر بالعبد الجيل تطلعش حسيناك تشبه الحاتم عمارة في ليزاني 90 أمش أقول لك حاجة لكن نهار أنا قاعد واحد يفد مني برشا فهمت بعث لي فيديو فيه أنا حاتم بالعمارة وقت انا غني على التونسيه وشعريك على جنب وعامل شلاغم انا وكان مايل في راسي فهمت وحاطب قبل يقول انا استقبل المطرب والفنان منظر بالعمار وحد ما يصفق هكا ديما من الفوق اشو عبوا اسمع يا حاتم حاتم يصفق مليح حاتم مثلا كان سرق فاس عبد الرزاق شابي ما ترتش الجمهور يصفق واحد برجوليه ثامره الحكي صفق مليح حاتم معروف